أهلا بكم من جديد. إذن عن طريق لاعب الهلال السابق ممي شاه خرج صلاح الدين إبراهيم من السباق. نترحم نحن أيضا اليوم على روح طبيب نادي الهلال الدكتور إبراهيم حسين الذي انتقل إلى جوار ربه عقب مباراة البارحة، عليه الرحمة، وهو ينتقل في هذه الأيام المباركات. نعود من جديد إلى أجواء السباق هنا في الاستوديو ونرحب براكبين جدد. رحبوا معنا بإسلام إبراهيم ومحمد علي سليمان وتوفيق جمعة جادين وفايز الزاكي حسن. أهلا بكم. وسؤال تأشيرة الخروج وسؤال السرعة، خلوا يدكم على البز عشان الفرص تكون متساوية. معجزة تحويل العصا إلى حية لمن هي من الأنبياء؟ سيدنا موسى. تفضلي. تمام. تمام. إسلام إبراهيم، أهلا بك. أهلا وسهلا. وكم مرة بتعمل البز لكن ما توفقت في الدخول، اليوم دخلتي. تمام. عندنا ثلاثة أسئلة. قبل ما نسأل ثلاثة أسئلة خلينا نتعرف عليك أكثر يا إسلام. إسلام إبراهيم أحمد، صيدلانية، شغالة في الإمدادات الطبية. إمدادات طبية. تمام. خلونا نشوف الأسئلة اللي بدخلنا طيارة مع إسلام. نشوف السؤال الأول. من هو الملقب بسيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، هو عمرو بن العاص. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد جواب صح، سيف الله المسلول. خالد بن الوليد واحد من أشد القادة المسلمين، كان ضراوة، خاض كل معارك المسلمين، حتى المعارك التي كانت ضد المسلمين كان هو سبب في النصر في أحد، كان مع المشركين. سيف الله المسلول خالد بن الوليد، لا شك في أنه من الصحابة الكرام. نشوف السؤال الثاني. الإمام محمد أحمد المهدي ثار ضد سلطنة دارفور، صح ولا خطأ؟ خطأ. هذه المعلومة خطأ. خطأ. ثبتي، دوسي على خطأ نفسها. خطأ وجواب صح. السؤال الثالث. إسلام بيدخلنا على الطيارة على طول. نشوف السؤال. في أوائل التسعينيات القرن الماضي تم تغيير العملة السودانية من الجنيه إلى اسم آخر، فما هو؟ الدينار. الدينار جواب صح. إذن إسلام إبراهيم أحمد في الطائرة المنتقلة من الخرطوم إلى مطار أديس. خلونا نسمع إجراءات السلامة داخل هذه الطائرة. الجمهور الكريم، نعلن عن قيام الرحلة 24 المتجهة من الخرطوم إلى فيكتوريا. تستغرق الرحلة ساعة ونصف، نمر فيها عبر 8 محطات. الرجاء ربط الأحزمة، وننصح بالامتناع عن التدخين بشكل عام. يوجد مخرجان للطوارئ أو حذف إجابتين. جائزة قيمة تصل إلى 50,000 جنيه لمن يتقيد بإجراءات السلامة ويستوفي شروط هذه الرحلة. نتمنى لكم رحلة سالمة. إذن إسلام إبراهيم في الطائرة المتجهة إلى أديس في هذه المرحلة في مخارج طوارئ، حذف إجابتين يا إسلام. نشوف السؤال الأول. أنت وحظك. إلى أي جهة تتجه إبرة البوصلة؟ الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب؟ الشرق. فكري كده بهدوء. مؤشر البوصلة في العادة بيتجه إلى أي جهة؟
وممكن نحذف اجابتين، وممكن تفكري شوي تشوفي الى وين تحتفظي بخيار الطوارئ. نحذف اجابتين. شارك شالوها منك. الجنوب. ثاني ما بقدر نشيل اجابات. اها طيب شو وين؟ الشمال. شمال؟ تثبتي؟ ثبتي. الشمال الجواب صح. تتجه البوصله الى الشمال. نشوف السؤال الثاني. فقدتي مخارج الطوارئ يا اسلام. نشوف السؤال. رواية بوليسية من تأليف دان براون تدور حول جريمة قتل أمين متحف اللوفر تحولت لفيلم شهير، ما اسمها؟ شفرة دافنشي، الاختطاف، جريمة حب، مخطوطة ساركوسا. أفكر بين شفرة دافنشي وجريمة حب. شاكة في شنو أكثر؟ شفرة دافنشي. شاكة في شفرة دافنشي. بتثبتيها ولا شك؟ ثبت شفرة دافنشي. الجواب صح. فعلا هو شفرة دافنشي، وفيلم أثار كثير من الجدل. الفاتيكان منع عرض الفيلم لأنه يقدم المسيح بصورة مغايرة. منع في دول عربية أيضا، في لبنان وفي الأردن هذا الفيلم، وأثار كثير من الجدل في العالم وكان واسع الانتشار. نشوف السؤال الجاي والسؤال الثالث. وجاك في الرياضة، ما بعرف إذا كان عندك علاقة بالرياضة. فريق في الدوري الممتاز يلقب بالسوكرتا، حي العرب والسودان، الأهلي مدني، الرابطة كوستي، الأهلي خرطوم. بنزلك في أديس السؤال ده. لاندي سوكرتا شك بين حي العرب والسودان والأهلي مدني. أيوة فيك الخير. تمام السوكرتا. حلل كده ممكن تصل الى حاجه. انا همشي ورا احساسي. احساسك بيقول شنو؟ بيقول ثلاثة. ما اعرف. الرابطة كوستي؟ الرابطة كوستي؟ ممكن. خليتي حي العرب والاهلي مدني مشيتي للرابطة كوستي؟ انا بميل للرقم ثلاثة دائما. اي لكن انت مين للرقم ثلاثة حاجة؟ لما ما اعرف في اي شيء ثلاثة. و لا كذا انت روقي شوية اسلام. انا قلت لك طيب اسلام ممكن نهدأ بدون ضغط وتوتر. تمام. انا قلت لك حاولي حللي انت الفرق دي
ممكن تصل النتيجة. سوكرتا يعني شوف المناطق دي في السودان يعني جمهور هذا النادي بيسميه هذا الاسم، اسم عنده مدلول يعني مش اسم ساكت كده. معاي انت تسمع في كلامي ده؟ ها وبتحلل فيه؟ طيب تمشي وين؟ امشي على بورسودان، حي العرب بورسودان. حي العرب بورسودان بيثبتي سوكرتا بورسودان كله تتغنى لهذا الفريق بالسوكرتا باللهجة البيجا. حي العرب بورسودان الجواب صح السوكرتا. وإسلام أنت الآن في مطار أديس الدولي ب3000 جنيه. نشوف الآن خط الرحلة ومسارك من الخرطوم، تحركتي إلى أديس لكن مطبات جوية عنيفة آه لكن نزلتي على كل، والآن في إقلاع إلى تونس ومن غير مخارج طوارئ. إسلام ركز كويس، أقرأ السؤال بشكل جيد، وإنت حظك في الأسئلة تطلع شكلها كيف. أحيانا بتجي الأسئلة شوية قد تكون ما عندها علاقة بالشخص وميوله إلى ما ذلك من هذه التفاصيل. خلونا نشوف السؤال. ما اسم خازن النار؟ إسرائيل، جبريل، مالك، رضوان. مالك. الجواب صح أكيد، خازن النار هو مالك، خازن الجنان هو رضوان. الجواب صح، إقلاع جيد إسلام. نشوف السؤال الثاني بيثبتنا في الأجواء في الطريق إلى تونس. تونس فيها 5000 جنيه مع السؤال. طيب السؤال بيقول ماذا يطلق على عملية تحويل المادة الصلبة إلى سائلة؟ عملية دي بنسميها شنو؟ التبخر، البسترة، الغليان، الانصهار. الجواب رقم 4 الانصهار. هاي دي جات قريبة من تخصصك على كل الأسئلة، يبدو إنها بقت تمشي معك كويس. تمام الجواب صح الانصهار. السؤال الجاي حينزلنا في مطار تونس ب5000 جنيه. نشوف السؤال في المرحلة الأخيرة للنزول والهبوط في مدرج مطار تونس الدولي تونس الخضراء. السؤال بيقول طيب ما هي الدولة التي عاصمتها بوخارست؟ بلجيكا، الأرجنتين، رومانيا، المجر. طيب أنا مبدئيا بستبعد بلجيكا والأرجنتين. صحيح. بين رومانيا والمجر. ميولي أكثر لرومانيا. لرومانيا. الزمن يا إسلام. ميولك أكثر لرومانيا؟ تثبتي؟ ثبت في رومانيا.
روماني. ما الميجر؟ ما أظن. ما أظن. شاكة في الميجر برضه. شاكة في الميجر. أكيد. نشوف بوخارست عاصمة رومانيا ولا الميجر بعد الفاصل. هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد. سألنا إسلام إبراهيم أحمد الصيدلانية في الإمدادات الطبية عن عاصمة لدولة معينة. ما هي الدولة التي عاصمتها بوخارست؟ بلجيكا والأرجنتين ورومانيا والمجر. هي لفت كده شوية لكن اختارت رومانيا، وده كان السؤال اللي بنزله في مطار أديس الدولي. ورومانيا جواب صح، عاصمتها بوخارست أكيد. وهبوط في مطار تونس الخضراء ب5000 جنيه. المجر بودابست عاصمتها. إذن إسلام، أنت الآن في تونس ماشيين على الدار البيضاء، عندك 5000 جنيه، الدار البيضاء فيها 9000 جنيه. في أسئلة فيها مخرج طوارئ المرة دي، استبدال سؤال. نشوف السؤال. طيب السؤال: ما هي السورة التي يطلق عليها عروس القرآن؟ سورة ياسين، سورة الفاتح، سورة يوسف، هي سورة الرحمن. عروس القرآن الرحمن. وبدون تردد والجواب صح، سورة الرحمن هي عروس القرآن. الجواب صح. نشوف السؤال الثاني في المرحلة الثالثة، وإحنا ماشيين من تونس على الدار البيضاء. ممثلة سودانية أطلت عبر الحيشان الثلاثة، قدمت خطوبة سهير مسرحيا والحراز والمطر إذاعيا، من هي؟ فتحية زرو، بلقيس عوض، نعمات حماد، تماضر شيخ الدين. عشان الثلاثة اللي هم المسرح والتلفزيون والإذاعة. ممثلة مخضرمة. دحية زروق، يعني مش زي ما ورد في الكتابة، في خطأ مطبعي، هي تحية زروق، بلقيس عوض، نعمات حماد، وتماضر شيخ الدين. دي الخيارات. تحية زروق، بلقيس عوض، نعمات حماد، تماضر شيخ الدين. بين تحية زروق وبلقيس عوض. بين تحية زروق وبلقيس عوض. شكل خيارات. خطوبة سهير طبعا مسرحية قديمة، وبطولة مكي سنادة مسرحية قديمة جدا. ما بعرف إذا كان شفتيها في التلفزيون جزء منها عرضت، لا هي مسرحية قديمة من المسرحيات الخالدة، عالجت كثير من المشكلات الاجتماعية في وقتها، وكان المسرح أيضا متوهج في تلك الفترة. ودي فرصة حقيقة نخاطب الإخوة المعنيين بالأمر إنه يحيوا المسرح من جديد، أبو الفنون، وهو مركز تنويري مهم جدا. هذه المسرحيات كانت تحظى بدخول كبير ومكثف، والسودانيين أيضا له علاقة بالمسرح. نتمنى أن تنشط الحركة المسرحية. يلا يا إسلام، وإذا ما متأكدة خالص ممكن نستبدل السؤال. يجي واحد أصعب. يمكن يجي واحد أصعب. أنت بين تحية زروق وبلقيس عوض، بتختار منه؟ تحية. تختار تحية زروق؟ بتثبت تحية زروق ولا تمشي لسؤال ثاني؟ بتثبتيها كمان. تحية زروق. قررت إنها تحية زروق وثبتتها، والحراز والمطر والدهباية وخطوبة سهير، وهي تحية زروق. والجواب صح، تحية زروق الجواب صح. عندك سؤال بنزلك في مطار الدار البيضاء ب9000 جنيه، ولازلت تحتفظي بخيار استبدال السؤال. نشوف السؤال:
خزان تم بناؤه في ثلاثينيات القرن الماضي، قامت الحكومة المصرية ببنائه والاستفادة منه حتى بنت السد العالي، فما هو؟ خزان جبلولي، خزان خشم القربة، خزان الروسيرس، خزان سنار. وثلاثينات القرن الماضي حكم الثنائي حتى في مصر وفي السودان. بستبعد خزان الروسيرس. طيب، أعتقد خزان خشم القربة. تعتقدي خزان خشم القربة ولا تستبعديه؟ برضو بستبعد. تستبعديه. بين 1 و4. طيب، خزان جبلولي. خزان جبلولي. استبدل السؤال. استبدل السؤال. نعتمد انك تستبدل السؤال. طيب، حاسبت لك السؤال، لكن خزان جبلولي الاجابه كانت صح، لكن انت اخترتي استبدال السؤال. اخذها برضه فرصه. حنستبدل السؤال، نشوف السؤال الجاي، انت وحظك، يكون اصعب يكون اسهل ما معروف. نستبدل السؤال. طيب، ثنائي العاصمة كان معهم مغني ثالث غيبه الموت فصاروا ثنائي العاصمة، من هو هذا المغني؟ خير جبلولي، صح؟ يعني انت معلوماتك، هو محمد الحويج، هو عثمان حسين، هو أحمد بحراوي، هو محمد يوسف موسى، كانوا ثلاثي العاصمة. كان تبقى على جبلولي. كان تبقى على جبلولي. نرجع على جبلولي ثاني، ما في طريقة رجوع. السؤال ده بنزلك في مطار الدار البيضاء. الدار البيضاء بتسعة جنيه. شاكة وين؟ أحمد بحراوي ما شاكة فيه. أحمد بحراوي لا. بين عثمان حسين ومحمد الحويج. ثنائي العاصمة عارفاهم منه؟ اسمعوا، ماخذاهم كذا بباكج. ثنائي العاصمة ابراهيم ابو دية السني، الضوي ابراهيم ابو دية عليه رحمة الله، استاذ السني قطعه الله دوما بالصحة والعافية، وفي واحد ثالث نختاره عشان نمشي.
منو؟ يلا يا إسلام. لأنه بعد شوية حينزل الزمن في الشاشة وممكن يضغطك أكثر المزلة دي وما تجاوبي صح. الآن أنت مرتاحة كده؟ أنا أفضل لك من الجماعة في الجلري دي بنزلوا زمن. فبتمشي وين أنت؟ أمشي محمد الحويج. تمشي محمد الحويج. أنت وحظك. محمد الحويج. مشيتي كده ساكت. وانت اصلا الاثنين ما عرفتها سامي، بالتالي طبيعي انه الثالث ده غد يعني شيء طبيعي. نشوف الثالث بتاع ثنائي العصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إسلام إبراهيم أحمد سألناها قبل الفاصل عن ثلاثي العاصمة قبل ما يكونوا ثنائي العاصمة في واحد ثالث وتوفي وصاروا ثنائي العاصمة. كنا ما بين أربع خيارات، هي اختارت محمد الحويج ويبدو أنه لأنها ما كانت عارفة يبتسم لها الحظ وثنائي العاصمة يغنوا لما ترجع بالسلامة. هذا يدل علينا مواصلة رحلتها وتهبط في مطار الدار البيضاء بتسعة ألف جنيه. محمد الحويج جواب صح، جواب صح. إذا إسلام تحركت من الخرطوم إلى أديس، من أديس إلى تونس، كان عندها 5000 جنيه في تونس، تحركت إلى الدار البيضاء، وصلت الدار البيضاء عندها 9000 جنيه، من الدار البيضاء ماشية داكار عندها 15000 جنيه، وعندك لا زالت مخرج طوارئ في يدك استبدال سؤال يا إسلام. نشوف السؤال. مجلة الصبيان صدرت عام 1946، من هو مؤسسها؟ سرحبيل أحمد، عوض ساتي، إبراهيم الصلح، إبراهيم الدسوقي. وسيلة. نعم. غير استبدال سؤال. المخرج هو استبدال سؤال. طيب. أنا ما عندي المعلومة صراحة بين عوض ساتي وإبراهيم الدسوقي. طيب. ممكن. بين عوض ساتي وإبراهيم الدسوقي. تمشي وين؟ تمشي إبراهيم الدسوقي، يمكن الحظ برضه. تمشي إبراهيم الدسوقي. وعندك وسيلة في يدك، مخرج طوارئ، استبدال هذا السؤال من أصله إذا ما كنت متأكد. إذا عاوزة تجاس فيه أنت حرة برضو، إذا عايز تستخدم الحظ أنت حرة. استبدل السؤال مرة ثانية. استبدل السؤال، نعتمد استبدال السؤال. طيب إبراهيم الدسوقي كان بتكوني في المحطة قبلك لأنه هو عوض ساتي اللي كنت شاكة فيه أصلا. وخلونا نستبدل السؤال لإسلام. طيب على بال ما الآن نستبدل السؤال، أنت وحظك، نتمنى أنه يجيك سؤال أسهل من كده أو عندك معلومة عنه عشان تمشي لقدام. لكن فقدتي الوسائل المساعدة ومخارج الطوارئ والسؤال، من هي المرأة الوحيدة التي فازت بجائزة نوبل مرتين؟ الأم تريزا، ماري كوري،
توكل كرمان، أليس مونرو، الأم تريزا، ماري كوري أو مدام كوري، توكل كرمان، أليس مونرو، مدام كوري، الأم تريزا. توكل فازت مرة واحدة. طيب جواب صح، ماري كوري، مدام كوري مرة منفردة، عزف منفرد في الراديوم، ومرة مع زوجها أيضا، هي عالمة في الفيزياء وفي الكيمياء وموسوعية المعرفة. الجواب صح. ونشوف السؤال الثاني في هذه المرحلة اللي يوصلنا من الدار البيضاء إلى داكار. السؤال: متى نالت المرأة السودانية حق الترشيح في الانتخابات؟ 1964، 1960، 1950، 1956. تفكري في شنو؟ بين ال 64 وال 60. بتحاولي تربطي أحداث؟ بين 60 و 64. ليه يعني حصرت الخيارات هنا؟ تكون في مشكلة الزمن بعد شوية إسلام. الدار البيضاء ماشية على داكار. ده السؤال الثاني: ممكن نعم احتمال 56 مع البرد 56 مع الاستقلال. مع الاستقلال قبل ما الناس دي ينزلوا لك الزمن استفيدي من الفرصة، لأنه لو نزل الزمن عليك أن تختاري. بعد كده الزمن بيحكمنا.
يلا سلام الزمن لعنه. الفرق بين حق التصويت وحق الترشح دي المساعدة اللي ممكن نقدمها لك، بس بعد كده اختاري. الزمن ده ماشي، شايفة على الشاشة اسلام، الزمن ده ماشي، ممكن نوصل للزمن. تمشي وين؟ 64. ثبتي بعد كده. حقا لو انتهى الزمن كان والمرأة السودانية نالت حق الترشيح في الانتخابات فعلا في العام 1964. الجواب صح. 64 الجواب صح. وقبلها نالت حق الانتخاب والتصويت ونالت حق الترشح والترشيح في 64. اسلام، في سؤال واحد بنزلك في داكار، نشوف السؤال. ما هو الفن السابع؟ المسرح، الدراما، السينما، الغناء. جواب ينزل في داكار. سؤال ما أنا ما شايفه صعب. طيب فن السابع هو المسرح ولا الدراما ولا السينما ولا الغناء؟ يلا يا اسلام. استعجلت؟ الغناء. طبعا طبعا في سؤال ما صعب. فن السابع المسرح ده أول الفنون، ورغم حظك ثلاثة. والسينما فن السابع كنت هتنزل على داكار ب 15,000 جنيه، لكن أكيد كنت معانا إسلام، إبراهيم، أحمد، 9,000 جنيه. وكسبنا مشاركتك نحن أكيد في البرنامج. شكرا جزيلا وشكرا إسلام إبراهيم. 9,000 جنيه كانت على وشك الهبوط في مطار داكار، لكن يبدو أن الأحوال الجوية سيئة جدا، لم تستطع أن تصل إلى مطار العاصمة السنغالية داكار. إذن مشاهدي الكرام، يعني البرنامج يمكن انتهى الزمن بتاعه. خلونا نشوف أبرز ملامح حلقة الليلة ونجي مع جمهورنا هنا في الاستوديو أيضا، وسعيد الحظ في هذا المساء.